المؤتمر لا أحد يريد أن يلتزم، نتحدث عن الهند، عن الصين، البرازيل، والآن يعني عندما استمعت لما قالته رد الحكومة الأسترالية لا تريد أيضا أن تفي بتعهداتها، لا أحد يريد أن يلتزم. هم لن يلتزموا، وأنا أقول هنا أنهم لن يلتزموا لأن هذه الحكومات أصلا منطلقة من جشع المؤسسات الكبرى. هذه الحكومات ليست هي التي تقوم بالعملية، إنما الذي يقوم بالإفرازات وهذا درجة الحرارة التي ترتفع من سنة، مثل ما أشار الأستاذ 2030 ربما تزيد بدرجتين أو أكثر. هذه تقوم بها الشركات الكبرى وشركات النفط، شركات إنتاج الأسلحة، شركات التحويلات الكبرى. إذن هذا الأمر يجب أن يكون صارم، خاصة أننا نحن نعرف ماذا يحدث في الجانب الاقتصادي. أنتم تعلمون أن الاقتصاد الآن مرهون في يد مجموعات من الأشخاص، حتى لا أقول مجموعات من الشركات. هذه حتى الدول الكبرى في فرنسا، بريطانيا، أمريكا، أستراليا عليها ديون من الشركات الكبرى، ديون الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 20,000 مليار، 20 يعني تريليون دولار. فإذا هي الآن حديثة هذه الشركات، ولذلك يجب أن تكون هبة شعبية وتحرك شعبي، لأن هذه الشركات لا يهمها. ونحن نرى الآن اقتصادية الدول تتهاوى، نرى ديون الدول تتكاثر وتتزايد،